اخواتنا في الصومال وجيبوتي من الشهر اللي فات طردوا موانئ دبي من عندهم، شركة موانئ دبي من عندهم، بسبب تدخل الامارات العربية المتحدة الشقيقة في شؤونهم. الصومال وجيبوتي ما قبلوش تدخل الامارات العربية المتحدة في شؤونهم. تكلملش برضه بعارف. ومين قبل تدخل الامارات في شؤونه؟ مين قبل الامارات تركب فوق رقبته؟ مين قال الامارات تتحكم في قراراته؟ العسكر اللي مصرين تبقى بلادنا كالعبيد. عثروا في الصومال، عثروا على 10 مليون دولار في طيارة إماراتية. الصومال صوت وصورة. طبعا الإمارات العربية المتحدة شقيقة ممسوكة تلبس بالملاية في حتت كتيرة بالصوت والصورة، بالصوت والصورة. كانت آخرها الصومال. احنا بقى عندنا مليارات بتضخم الامارات من اول ما حصلت الثورة، يفتح بيها قنوات وتشترى بيها ذمم وتفتح بيها اذاعات وتشترى بيها ضمائر وعسكر ويتسكت بيها ناس. ليه؟ عشان الامارات ارتأت بالتعاون مع المملكة العربية السعودية ان ثورة وحرية في مصر تعني زوال حكمهم. ممكن بعض المتفزلكين يرد عليك يقول لك جنبك، وهو لما الحريه كانت هتوصل كانت هتبقى على العروش في قطر؟ لا، قطر سندت ثورات الحريه، ما بصتش لعروشها. حلوه دي؟ بقولها لصاحبك كده ابقى افحمه، يعني من اللي هو افحمه يقول لك وهو بتاع، اسال نفسك بقى ليه؟ ورغم ان قطر اصغر من الامارات والسعوديه بكتير. ها؟ دخت دي بتاع كذا، اتسابت كل ده من اثناء الحكم العسكري، كان مهم جدا جدا ثوره، وقت الثوره ما يبقاش اكس واي وزد اللي هم بيتكلموا على الثوره، يبقى يرجع تاني الاقدار والامعات وخدامين البتاع يتعمل لهم اعلام. انا بكلمك على اعلام لانه ده اهم معركه بتتم، اهم معركه بتتم. تفضل الاصوات. ومن بعدها استمرت وقت الانقلاب العسكري وتامين مستقبل الجنرالات اللي قاموا بالانقلاب وبتاع والقصه والروايه. تكررت افش الامارات في اماكن ثانيه زي تركيا واليمن طبعا، الجزر والحاجات اللي كانوا بينقلوها والنخل، حاجه يعني. المهم الموضوع ما وقفش عند كده. الصومال بعد ما قفشت الطياره فيها الملايين، طردت عسكريين اماراتيين من على اراضيها. الامارات ما تقدمش اي حاجه الا تبع الاجنده الصهيونيه، وينفذها ابن زايد حرفيا حرفيا، ينفذها شاهين شاه حرفيا، مفيش اي حاجه. لكن هي اللي هو البتاع مش عايزينكم، ايه ده احنا كنا بنساعدكم المن والفضل، ده احنا حاولنا وبذلنا وبتاع. لا 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 لا، لا شيء لله، لا شيء لله بتفعله الامارات. عندما نتحدث عن الامارات بنتكلم عن ابن زايد تحديدا، وبالتاكيد ما بنتكلمش على الشعب الاماراتي الشقيق والغالي والحبيب، وبالتاكيد ما بنتكلمش على الشعب السعودي الشقيق والغالي والحبيب. ما بنتكلمش على هؤلاء اللي ليهم مكانه كبيره في نفوسنا. انها الامارات يا اخي اللي بيتمسك مره ينزل بالملايه بيبقى صعب يتكرر تاني، تتمسك مره واثنين وثلاثه وعشره عشره. فاكرين لما اتمسكوا الاماراتيين في غزه، الفريق الطبي اللي اتمسك في غزه بيتجسس؟ فاكرين الاعلام الاماراتي عمل شيء غريب، قعد يعاير الصومال بحالهم وانهم ساعدوهم ووقفوا جنبيهم وانه ما تمرتش فيهم النعمه او المساعده. اهل العطاء لا يعرفون الكراهيه، وحين تمتد اياديهم لتطال ساحات الحاجه يزول الكرب بعدها. هذه يد الامارات المعطاء، يد سخيه اينما وضعت بصمتها يعلو صيتها. شوف اللهجه، شوف اللهجه اللي التي لا يمكن ان يطلق عليها غير لهجه حقيره. الصومال اخواتنا
واخواتهم فجأة عشان عايزين انهم يكونوا مستقلين. انك ما تعبثي، احنا غلابة وملناش اي حاجة، الصومال ما عندناش عشر اللي عندكم ولا نمتلك اي شيء، بس احنا مستقلين ورافضين العبث اللي بتعملوه الصومال. موقف اللي ما قدرتش مصر لان بقى اسمها مصر انها تعمله، تحولوا لكل قبيح، رغم ان من هقول لك من ايه، يعني من حسن اخلاق البني ادم انك ما تعيرش حد بخدمه قدمتها له مهما حصل، لا تذكره بيه اطلاق اطلاق. وده سبب احيانا لصمت ناس كتيره عن حاجات بتتقال، لانه الرد الوحيد هو التاريخ، والتاريخ لما يتعاد بيبقى عيب، عيبه قوي. مش بس كده، شيخ في الامارات اسمه احمد موسى طلع يحرض الصوماليين على حكومتهم الصوماليه، ويحرضهم على قطر وتركيا اللي ما لهمش علاقه بالموضوع اصلا. اخواننا واعزائنا واشقائنا اهل الصومال، انا كاماراتي اقولها بصراحه، لا تمر علينا سنه وسنتين وثلاثه الا ونجد حملات لدعم الصومال، تبرعات، اعلانات رسميه واعلاميه لدعم اخواننا في الصومال، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ثم تجد للاسف من بعض الفئات، لا اعمم انتم شعب كرام ولله الحمد، بعض الافراد وبعض فئات المجتمع الذين لهم ارتباطات خارجيه، وللاسف هؤلاء يردون الإحسان بالإساءة. وللأسف هذه الفئة التي لها ارتباط بقطر وتركيا عاثت في الأرض فسادا، انظروا ماذا فعلوا في سوريا وفي ليبيا وغيرها من البلدان. احنا الحلوين، احنا الطيبين، ما تصاحبوش حد غيرنا، احنا بنقدم الإحسان لا نريد جزاء ولا شكورة. وهو لما انت بتقدم الإحسان لا تريد جزاء ولا شكورة، عامل كده ليه؟ من امتى الإمارات؟ اثبت لي حالة واحدة قدمت مع محمد بن زايد. هي وفرق كبير طبعا بين زايد الخير ومحمد بن زايد. حاجة واحدة من غير إحسان ولا شكورة، ما كانش ليها أهداف خبيثة وأحلام أكبر من قدرتها على تحقيقها. تخيل الإمارات اللي عايزة تبتلع السعودية، إن هي اللي تحكم، تخيل أنت، وتحكم مصر. تخيل كل الذنب اللي عملوه الصوماليين انهم قالوا لا شكرا، انا محتاج قوي الفلوس دي، محتاج قوي اللي انت بتصرفه عليا، ومحتاج قوي الدواء ده، محتاج قوي فوق ما تتخيل، بس كرامتي. المشهد اللي ما يعرفوش الشيخ ده اللي بالصدفه اسمه احمد موسى، هو مشهد الطيور. كان في حكمه بتقال لك يستغربوا بعض الناس اللي مش فاهمين، يعني يستغرب بعض الأغبياء لماذا تهرب الطيور عندما تضع لها الحب، بتبقى هتموت من الجوع وتضع الحب ليها كده، بتهرب الطيور تجري ليه؟ لأن الحرية أهم من الطعام، الحرية أهم من الطعام، الطير الحيوان عارف كده. قلت لك قبل كده أن بعض الأفيال لما بيبقى واقع في الأسر لا محالة ويطردوا، بيبدأ يضرب العاج بتاعه، النبين بتوعه في الشجرة عشان يكسرهم ولعله يموت، لأنه هو عارف أنه هو بيؤسر عشان العاج وعشان دول، لأنه مش شايف أي قيمة للحياة وهو ذليل في الأسر. وهكذا هم الإخوة في الصومال. فلما رفضوا التدخل، يا عملاء يا بتوع قطر وترك، يا عملاء، الله 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 الله، قالوا وكله كده السعودية، كله كده قطر وتركيا، حتى انتوا